بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على البيم فريم ورك لدكتور بلال سكر. النهارده هنتكلم على جزء 3 اكسيال فريم ورك. هنتكلم على اطار العمل ثلاثي المحاور. احنا عندنا ثلاث محاور هنا، اللي هو البيم ستيجز، البيم لينسز، البيم فيلدز. تمام. اطار العمل هو مجموعه متنوعه من النماذج، واللي هي بدورها مجموعه من التصنيفات والتبويبات، زي ما احنا اتكلمنا في فيديو سابق عن الموضوع دوت. احنا هنتكلم النهارده على اطار العمل الثلاثي اللي هو في ثلاث محاور: البيم ستيجز، بيم لينسز، بيم فيلدز، في الاكس والواي والزد. المحاور دي والابعاد ديت مقدمه عن طريق نموذج معين. يعني سريعا احنا بنتكلم هنا عن الفيلدز، وكل واحده من دول هيبقى لها فيديو منفصل. احنا لو احنا بنتكلم عن المجالات بتاعه البيم اللي هي الفيلدز، هنلاقي ان المجالات مقدمه عن طريق الرسم البياني المسمى فين، اللي هو الثلاث دوائر المتداخله اللي قدامنا ديت. ومجالات البيم بتقدم كل النقاط والانشطه واصحاب الاعمال خلال مجال البيم. عشان كده احنا لما نبص للفين بننظر للمعماريين والمهندسين والشركات الاستشاريه وشركات التكنولوجيا، وده البعد الاول. البعد الثاني اللي هو الاستيجز، بنشوف المراحل بتاعه البيم او تمثيل لخطوات البيم. وخطوات البيم هنا بتشير لكل معلم الاداء المنظمه وفرق عمل المشروع اللي هنضطر ان احنا نعدي من خلالها، او حتى السوق الكلي يضطر ان هو يعدي من خلالها. وده ان شاء الله يبقى في بعد يعني فيديو منفصل نشرح فيه البعد التاني. البعد التالت اللي هو اللينسز، عدسات البيم. هنا مقصود بيها الطرق المختلفه اللي يستطيع بها نفهم بها البيم من خلال وجهه نظر المهندس المعماري او منظور صانع السياسات، او ان احنا نقدر نفهم منظور البيم ده من خلال خطط اداره البيانات او خطط اداره المعلومات. وده ان شاء الله برضه يبقى فيه فيديو منفصل. ودي الفيديو دوت خريطه المفاهيم. نبدا نشوف المفاهيم بتاعت الفريم ورك، بتكون من البيم فيلدز والبيم ستيجز والبيم لينسز. البيم فيلدز هيبقى فيها البوليسي وفيها البروسيس فيلد والتكنولوجي فيلد. لو كلمنا على الستيجز هنلاقي عندنا موديلنج وكولابوريشن وانتجريشن. لو كلمنا على اللينسز هنلاقي عندنا الديكشنري لينسز والسكوبنج والكونسبشوال لينس. نشكركم للاستماع للفيديو.